من خلال الدرس ده هنتعلم أوامر التعديل المختلفة. أوامر التعديل دي موجودة في البانل اللي اسمها موديفاي، بس موديفاي دي ما فيهاش أوامر التعديل بس، فيها كمان أوامر النسخ، الميرور والاراي والأوفست والكوبي. هنعرف أوامر النسخ دي في درس آخر إن شاء الله في بداية الأسطوانة الثانية أو الجزء المتقدم، ولكن احنا هنشوف دلوقتي اوامر التعديل بقى، الموف والروتيت والسكيل والستريتش وكمان التريم والفيلت، اوامر مهمة جدا هنتعلمها من خلال الدرس ده. ولكن قبل ما استخدم اي اوامر انا ممكن اعمل تعديل في الاشكال بدون الاوامر. لو ضغطت مثلا على المستطيل ده هتلاقي فيه مربعات ظهرت حواليه كده الزرقة دي، العلامات الزرقة دي كل علامة من دول أو كل مربع من دول بنسميه فيرتكس، نقطة ممكن أنقلها من مكانها أو أشيلها أو أعمل بقى فيها تعديل بشكل مباشر جدا بدون استخدام أي أوامر. أولا لو أنا وقفت على أي فيرتكس من دول كده هيبدأ يجيب لي أبعاد المستطيل، زي ما أنت شايف المستطيل ده طوله قد كده وعرضه قد كده، لو وقفت هنا برضو هيبقى نفس الكلام. طبعا مع الدايرة هيبقى الراديوس، هيقول لي لو وقفت هنا مثلا هيجيب لي الراديوس بتاعها زي ما أنت شايف أهو. يبقى الفيرتكس دي اللي على حدود الشكل، اولا لو انا وقفت على اي فيرتكس هيبدا يجيب لي الابعاد بتاعه الشكل دي بدون ما اعمل ميجر كمان علشان اقيس. طيب ممكن بقى الفيرتكس دي ابدا انقلها، اولا في مربعات على حدود المستطيل وفي كمان كده شرط زرقاء مش مربعات. الشرط الزرقاء دي معناها ان انت ممكن تبدا تنقل من الشرطة الزرقاء دي المستطيل، يعني لو انا جيت وقفت هنا كده وضغطت وفضلت ضاغط وتحركت انا كده بص بنقل المربع او الشرطة الزرقاء دي من موقعها، وبالتالي انا ممكن دلوقتي اغير ابعاد المستطيل. بضغط اهو تاني تبان العلامات الزرقاء دي، لو ضغطت على الشرطة الزرقاء وفضلت ضاغط وتحركت وانا ضاغط على الماوس، اول ما اشيل ايدي اضغط تاني هتلاقي ان المستطيل ابعاده اتغيرت. طبعا ممكن اعمل نفس الكلام مع الدايرة، يعني لو ضغطت هنا كده وبدأت اضغط على المربع اللي فوق ده وضغطت وفضلت اضغط وانا ضاغط بتحرك هتلاقي الدايرة بتكبر معايا بالشكل ده. لو وقفت على اي فيرتكس، الفيرتكس دي مثلا كده مجرد ما اقف عليها هتلاقي لونها بقى احمر كده، معناها ان دي الحالية، وجايب لك قايمة فرعية كده فيها تلات اوامر بيقولك انت عايز تعمل ايه. ستريتش فيرتكس، يعني لو ضغطت كده انا بعمل ستريتش الفيرتكس دي، بنقلها بعمل لها ستريتشنج، يعني مط كده بالشكل ده كده. لو انا وقفت هنا كده وضغطت هتلاقي ان فعلا الفيرتكس دي اتنقلت من موقعها واتعمل فيرتكس اتعمل ستريتش للمستطيل بتاعي. لو ضغطت تاني واخترت برضو ستريتش فيرتكس ممكن اعملها كده العكس. طيب ممكن كمان ان انا اقول له اد فيرتكس، لو ضغطت اد فيرتكس يبقى انا كده بضيف فيرتكس، هيسيب دي زي ما هي ويضيف فيرتكس اخرى بالشكل ده كده. انا بضيف فيرتك هنا مثلا واضيف، ممكن اضغط تاني واضغط اعمل اد، اضغط على الامر اقف واضغط وابدا احرك اعمل فيرتكس اخرى بالشكل ده. طيب ممكن اشيل فيرتكس، لو وقفت برضو اقف لغايه ما تظهر القايمه واختار ريموف فيرتكس يبقى انا كده بشيل الفيرتكس دي. لو وقفت هنا وعملت ريموف فيرتكس يبقى انا بشيل الفيرتكس دي. طبعا ده بدون اوامر، يعني ده تعديل كده على الفيرتكس اللي موجوده بمجرد ما بتعمل سيلكت للشكل بتبدا تبان عليه. تعال نشوف دلوقتي اوامر التعديل. اول امر هشوفه دلوقتي امر موف، احنا يمكن استخدمناه قبل كده بس نشوف تفاصيل اكتر عنه. الامر موف ده وظيفته انه بينقل العناصر الى اماكن اخرى، يعني ممكن المستطيل ده انا عايز انقله في حتة تانية من اللوحة فهضغط على موف وابدأ اعمل له سيلكت وانقله، او اعمل سيلكت قبلي زي ما اتفقنا السيلكت ممكن يبقى قبلي او بعدي في الدرس اللي فات. هعمل موف بيقول لي ايه العناصر اللي انت عايز تنقلها او العنصر. طبعا ممكن اعمل مثلا هفترض انا عايز انقل الدايرة والمستطيل، فيبقى هعمل كده ويندو حوالين الاثنين تحتويهم بالشكل ده واضغط انتر، يبقى انا كده خلصت الجزء الاول اللي هو السيلكت. بيقول لي بقى سبيسيفاي بيس بوينت، البيس بوينت دي النقطه اللي انا همسك منها الشكل عشان انقله اليه. بمعنى هفترض مثلا ان انا عايز انقل المستطيل ده بحيث النقطه دي تبقى موجوده في الحته دي على الخط ده، يبقى لابد ان البيس بوينت تبقى دي النقطة اللي انا همسكه منها. انما لو مسكت المستطيل من هنا مثلا وانا عايز احط النقطة دي هنا مش هعرف،
يبقى لابد ان انا امسكه من النقطة اللي انا عايز ارتكز بيها في المكان الجديد. فحمسكه من هنا كده، اضغط خلاص، ابدأ بقى اتحرك بدون ما مش وانا ضاغط، يعني ضغطت كليك على البيز بوينت، ابدأ دلوقتي بقى البيز بوينت دي انقلها في نقطة معينة. وبما اني طبعا انا عامل سنابنج وعامل او تراكنج، يبقى خلاص انا اقدر اعمل ده، بس انا مشغل القرص دلوقتي، فعشان كده النقطة مش جاية، النقطة جاية بشكل كده متعامد زي ما انت شايف، يبقى هو هينقلهم على مستوى النقطة دي، انما انا هشيل القرص ده كده علشان يبقى النقل هنا بالظبط. لو ضغطت دلوقتي يبقى فعلا النقطة دي اتنقلت على النقطة دي، يبقى الموفنج تم من هنا. هعمل كنترول زد. طب لو انا كنت عايز مثلا النقطة دي تبقى في نص الخط ده، او النقطة دي مثلا خليها في اللي تحت دي تبقى في نص الخط، يبقى هعمل موف واعمل سيليكت اهو، اخضر او ازرق، انت عرفت الفرق، انتر. وهبدا دلوقتي امسك النقطة اللي تحت، هي دي البيز بوينت اللي انا عايز انقلها في منتصف الخط، ابدا امسكها اضغط عليها وابدا اتحرك دلوقتي على السنتر هنا واضغط، يبقى انا كده نقلت بالشكل ده. تعال نشوف حاجة تانية. عايز دلوقتي انقل المستطيل مثلا، بس بحيث انه يبقى النقطة دي على بعد 100 وحدة في الاتجاه ده كده على الخط. طبعا ده كده مركبة شوية، انا طبعا بالاو تراكنج والاو سنابنج ممكن اعمل ده عادي، يعني هعمل موف دلوقتي واختار المستطيل بالشكل ده كده، يبقى انا حددت المستطيل، اضغط انتر، فين البيز بوينت هقول له دي، هضغط عليها. عايز تحطها فين؟ انا هتحرك بقى، بس انا دلوقتي مش عايزها على النقطة دي، يعني لو وقفت كده هتبقى على النقطة دي، لا انا هاخد النقطة دي واتحرك في الاتجاه ده، انا عامل او تراكنج، اتحرك في الاتجاه ده واكتب له 100 وانتر، يبقى انا كده نقلت النقطة دي عند النقطة دي على بعد 100 وحدة من هنا. يبقى انا اقدر استخدم بقى كل الامكانيات اللي فاتت وانا بعمل الموفينج، بس اهم ما في الموف البيز بوينت، النقطة اللي انت هتنقل منها. تعال نعمل حاجة تانية، انا عايز مركز الدايرة دي يبقى على النقطة دي، يبقى هعمل موف واختار الدايرة اعملها سيلكت، طيب واضغط انتر، فين البيز بوينت؟ البيز بوينت السنتر، لان السنتر بتاع الدايرة هو اللي انا عايز انقله على النقطة دي، امسك بقى سنتر الدايرة اضغط عليه واتحرك بحيث اقف على الاند بوينت دي واضغط، يبقى انا كده عملت موف للدايرة في المكان المحدد بالظبط. هنشوف دلوقتي الأداة روتيت، دي بتستخدم لتدوير العنصر حوالين نقطة معينة، هختارها، هيبدأ يسألني فين الأوبجكتس أو العنصر أو العناصر اللي انت عايز تعملها تدوير، هختار مثلا المستطيل وهضغط انتر، بدأ يسألني على البيز بوينت، البيز بوينت هنا بقى النقطة اللي هيتم التدوير حواليها، فأنا هختار النقطة دي مثلا، يبقى دي الدوران هيتم حوالين النقطة دي أهو. هيسألني بقى على الروتيشن انجل او الزاوية بتاعت التدوير، طبعا ممكن اتحرك كده احدد الزاوية كده مثلا 90 كده 270 كده 180، او ممكن اكتبها بايد، يعني هكتب مثلا زاوية 45 واضغط انتر، يبقى كده تمت عملية التدوير بالزاوية اللي انا عايزها. هعمل اندو وتعال نشوف امر اخر. الامر ستريتش بيستخدم لمط او ضغط العناصر، فمثلا انا هختاره وهفترض ان انا الشكل ده كده عايز امطه بحيث تبقى الخط ده على امتداد اخر نقطة في الخط السفلي ده، فهعمل دلوقتي سيلكت لانه بيسألني بيقولي سيلكت اوبجكتس او حدد العناصر اللي انت عايز تمطها. طبعا خلي بالك بقى، هو المفروض انه يعتبر ان اللي انا حمطه ده عنصر واحد عشان المط يبقى في يعني مناسب لكل العناصر المكونة للشكل، فعشان كده انا مش هينفع احدد عنصر عنصر من الشكل، انا عايز افهمه ان كل ده يعني يعتبر كأنه شكل واحد، فشرط اساسي في الامر هو الامر بيشترط كده ان انا اعمل كروسنج ويندو حوالين الشكل اللي انا عايز امطه، يعني لازم بالكروسنج ويندو بالشكل ده، ما ينفعش اختار عنصر عنصر، لاني لو اخترت عنصر عنصر كده هو هيعمل موف مش هيعمل ستريتش. المهم بالكروسنج ويندو كده انا حددت الشكل وهضغط انتر. طيب بيقول لي بقى انت عايز تمطه منين، فين النقطة اللي انت هتمسك منها عشان تعمل المط، انا عايز النقطة دي اللي هنا او هنا، يعني مش هتفرق اي نقطة على الخط ده، ابدأ انقلها بحيث تبقى على امتداد الخط ده، فحمسك مثلا من السنتر هنا وحبدأ اتحرك، عايز تحط السنتر دي فين، انا عايز احطها على امتداد النقطة دي، فحعمل او تراكنج دي كده، هاخد دي كده التقطها وابدأ اطلع
فوق بحيث انها تبقى في المكان ده. لو ضغطت دلوقتي يبقى انا فعلا عملت ستريتش للشكل في المكان ده. طبعا لاحظ انه بقى في ميل كده انا ما ظبطتوش كويس، هعمل كنترول زد واعمله مرة اخرى، اختار ستريتش وابدأ دلوقتي اعمل سيليكتنج اهو، واضغط انتر وابدأ امسك النقطة دي، هي دي اللي هتتنقل. هتتنقل فين؟ هعمل او تراكنج مع دي، بس انا ممكن كمان اشغل الاورسو عشان اتأكد ان الامتداد هيبقى مظبوط يعني مستقيم، مش هيبقى فيه ميل شوية. هاخد بقى او تراكنج من دي وابدأ اطلع هنا كده واضغط، يبقى كده فعلا اتنقل مظبوط الاورسو، يعني خلت المستوى يبقى مظبوط. يبقى ده الامر اللي اسمه ستريتش. تعال نشوف امر سكيل. سكيل ده طبعا بيعمل عملية تكبير او تصغير للشكل وفقا لقيم معينة. يعني انا هختار دلوقتي سكيل، هيبدأ يسألني فين الاوبجكت او الاوبجكتس اللي انت عايز تعمل لها سكيل. طبعا اختار بقى اي حاجة وباي طريقة، دي مش زي الستريتش. هختار مثلا الويندو دي، طبعا ما جاتش مظبوط لانها ما احتوتش كله، المهم ان انا اخترت كل العناصر. هضغط دلوقتي انتر. طيب بدا يسالني فين البيز بوينت. بص البيز بوينت دي بقى اللي هي هتبقى ثابته والتكبير هيبدا من عندها. يعني لو اخترت دي البيز بوينت يبقى التكبير هيتم في الاتجاه ده، لو اخترت دي البيز بوينت يبقى التكبير هيتم في الاتجاه ده. هفترض ان دي البيز بوينت، يبقى دي اللي هتفضل ثابته والباقي كله هيبدا يكبر في الاتجاه الاخر. بدا يسالني بقى على السكيل فاكتور. الفاكتور بتاعي هو الطبيعي واحد، انا لو ضغطت 2 يبقى انا كده بضاعف الشكل، يعني بضاعف السايز بتاعه. 2 3 بخليه 3 اضعاف، 4 بخليه 4 اضعاف، نص كتبت 0.5 يبقى انا كده بقلله للنص وهكذا. فهقلله للنص، هكتب 0.5 واضغط انتر، هتلاقي فعلا الشكل قل للنص بالشكل اللي انت شفته ده. من اهم الاوامر اللي موجوده في اوامر التعديل الامر تريم والامر اكستند، اهمهم على الاطلاق. الامر تريم ده تعال نشوفه الاول، ده بيستخدم لقطع اجزاء من العناصر. يعني مثلا الخطوط اللي ممتده دي انا عايز اقطعها عند الخط ده، ما يبقاش فيها امتداد كده. فانا هختار دلوقتي تريم، هيبدا يسالني بيقول لي سيلكت اوبجكتس. الاوبجكتس اللي هو محتاج احددها دلوقتي هي القواطع، الشفرة الموس اللي هتقطع فين. هقوله الخط ده، الخط ده هو القاطع مش اللي هيتقطع، اللي هيقطع ده اللي هيقطع. وهضغط انتر، بدأ يسألني طب ايه بقى العناصر اللي انت عايز تقطعها. لو ضغطت انا هنا كده على الجزء ده هتلاقي الجزء ده اتقطع. طيب لو ضغطت على الجزء ده، خلي بالك بقى انا ما بضغط هنا يبقى الجزء اللي بضغط عليه ده هو اللي هيتقطع. كده هيتقطع كل الجزء ده بالشكل ده، كده هتلاقيه اتقطع. انما لو ضغطت هنا يبقى الجزء ده اللي هيتقطع. وخلي بالك الامر ممتد، انا حددت القاطع وبعد كده هبدا احدد كل اللي هيتقطع، وكل لما بحدد حاجه بتبدا تتقطع على اعتبار ان اللي انا حددته اولا ده الموس اللي هيقطع. هعمل اندو دلوقتي، كنترول زد كنترول زد كنترول زد، اتراجع عن اللي انا عملته. تعال نشوف بقى دلوقتي انا ممكن احدد اكتر من قاطع زي ما حددت اكتر من خط يتقطع. فهضغط دلوقتي تريم، بيقول لي فين القواطع، فين الخطوط اللي هتقطع او العناصر اللي هتقطع. هقول له الخط ده والدايره دول قواطع. لو ضغطت دلوقتي انتر وبدات احدد مثلا الجزء ده، يبقى ايه اللي هيتقطع؟ اللي ما بين الدايره والخط بالشكل اللي انت شايفه ده. لو حددت الجزء ده يبقى اللي جوه الدايره، لو حددت الجزء ده يبقى اللي بره الدايره، لو حددت الجزء ده يبقى اللي بره الخط، لو حددت ده يبقى اللي ما بين الخط والدايره. يبقى اذا انا ممكن احدد اكتر من قاطع، وبالتالي كمان ممكن احدد اكتر من جزء اتقطع، لان الامر زي ما انت شايف امر مالتيبل. بعد ما تخلص طبعا لازم تضغط اسكيب. عكس الامر اللي اسمه تريم، الامر اللي اسمه اكستند. طبعا هضغط انا على السهم ده واختار اكستند، او على فكره انت ممكن الامر ده لاختصار اكستند تكتب اي اكس ده اكستند، تريم تي ار ده تريم. على فكره هتلاقي في الكتاب بقى الاوامر دي واختصاراتها كلها. المهم تنفيذ الامر في الجزء العملي من الاسطوانه دي. فانا هختار دلوقتي اكستند عكس زي ما بقولك تريم، يعني ده بيمد خط مش بيقطع خط. فمثلا لو الخط ده كده انا عايز امده الى الخط ده، فاولا انا بختار الخط اللي هيمتد اليه او العنصر اللي هيمتد اليه العناصر. فانا هختار الخط ده كده
واضغط انتر. يبقى انا كده حددت الخط اللي هيمتد اليه. طب انت عايز تمد ايه بقى الى الخط ده؟ لو ضغطت على العنصر ده هتلاقيه يبدا يمتد اهو الى الخط، لو ضغطت على العنصر ده او الخط ده يمتد، الخط ده يمتد. زي ما انت شايف كده انا بحدد العنصر الاول اللي هيمتد اليه وبعدين العناصر اللي هتمتد. بفرض ان انا عايز امد الخط ده كده اللي في المستطيل، الخط ده عايز امده الى الخط السفلي ده، المفروض ان انا استخدم اكستند. فهجرب كده، ادي اكستند، والمفروض فين الخط اللي هتمد اليه؟ ده الخط اللي همد اليه وهضغط انتر. طب ايه الخط اللي انت عايز تمده؟ المفروض ان انا اضغط هنا، اقف واضغط، هلاقي مفيش سيلكت بيتعمل اصلا. ليه؟ لان ده مش خط، ده مستطيل، ما ينفعش تمد المستطيل، انت بتمد خطوط. فلو ضغطت هنا مفيش سيلكت اصلا بيتم. طيب هعمل سكيب، اخرج من الامر، وتعال نشوف نعالج المشكله دي ازاي. علاج المشكله دي اني افجر المستطيل. المستطيل ده افجره يعني ايه؟ يعني اخليه يرجع الى مكوناته الاصليه اللي هي مجموعه خطوط، اخليه بدل كتله واحده مستطيل كده يبقى عباره عن اربع خطوط. علشان افجر العناصر الامر ده اسمه اكسبلود. الامر ده مش موجود في الادوات، فهكتب على طول اكس وانتر، ده اكسبلود. بيسألني فين العنصر او العناصر اللي انت عايز تفجرها، فهبدأ اختار مثلا المستطيل ده واضغط انتر. كده خلاص ما بقاش مستطيل، ده بقى مجموعة من الخطوط. يعني ده كده اهو خط، وده كده خط، وده كده خط، وده كده خط. يبقى اذا انا فجرت المستطيل الى عناصره الاولية. فدلوقتي لو انا اخترت اكستند وبعدين اخترت الخط ده اللي هيمتد اليه واضغط انتر، فين بقى الخط اللي هتمده؟ هبدا اضغط على الخط ده، هتلاقيه فعلا امتد بالشكل اللي انت شفته ده. وزي ما في الامر تريم انت حددت اكتر من قاطع وبدات تقطع اكتر من خط، انا برضو في الامر اكستند ممكن احدد اكتر من خط عشان يمتد اليه مجموعه من الخطوط، وكمان ابدا امد اكتر من خط في نفس الامر عشان اسهل الموضوع يعني. فانا لو اخترت دلوقتي اكستند هيبدا يسالني ايه الخطوط اللي انت عايز تمد اليها. هختار مثلا الخط ده مثلا، وهختار الخط ده، وهختار الخط ده. يبقى دي كل دي خطوط همد اليها خطوط اخرى. هضغط انتر هيبدا يسالني بقى ايه اللي انت عايز تمده. هقول له مثلا الخط ده هيمتد الى الخط ده، والخط ده هيمتد الى ده، الخط ده هيمتد الى ده مثلا. يبقى انا مددت كل ده مع بعض. طيب الخط ده لو ضغطت عليه المفروض يمتد للي تحت لان انا فجرت المستطيل خلاص. طيب اجي للخط ده بقى، ده هتلاقي فيه مشكله. اولا الخط ده ممكن يمتد الى ده وممكن يمتد الى ده. طب هو هيمتد لفين؟ حسب بقى المكان اللي انت هتضغط فيه. لو ده النص بتاع الخط، لو انت ضغطت في النص ده يبقى الخط هيمتد الى الخط ده، ولو ضغطت في النص ده يبقى هيمتد الى الخط ده. يبقى حسب المكان اللي انت هتعمل منه السيلكت. اهو لو ضغطت هنا سيلكت هتلاقي فعلا الخط ده امتد هنا، لو عملت سيلكت في النص ده هتلاقي الخط امتد الى هنا. يبقى اذا التريم والاكستند دول اوامر مهمة جدا جدا جدا، وعلى فكرة في الدرس اللي جاي هتعرف بقى استخدامهم بمثال عملي، والمثال العملي ده كمان مش هنستخدم فيه اوامر الاو تراكنج علشان تقدر ان انت تتعلم الاوامر دي بشكل فعلي وعملي يعني. بيستخدم الامر فلت لتدوير الاركان. يعني مثلا المستطيل ده انا عايز ادور الاركان بتاعته واخليها دائريه، او حتى الخطوط المتقاطعه دي عايز اخليها دائريه. الكلام ده بالامر فلت. هختار فلت، والمفروض انه بيسالني تحت بيقول لي سيلكت فيرست اوبجكت، فين الخط الاول اللي المفروض ان انت هتبدا تعمله فلت. خلي بالك طبعا ده مستطيل، يعني ده كتله واحده، بس الامر ده ذكي جدا، مش محتاج اعمل اكسبلود. يعني لو اخترت انا الخط ده هو فهم لوحده ان ده احد الخطوط اللي هيتعمل لها فلت مع خط تاني مفروض متقاطع معاه، المفروض الخط ده. يعني لو عملت سيلكت دلوقتي المفروض ان الفلت يبدا يتم. هختار كده وشوف ايه اللي حصل. ما حصلش اي حاجه، هو نفذ الامر بس لا نتيجه. ليه بقى؟ علشان انا ما حددتش الراديوس، او علشان الراديوس بتاع الفلت بشكل افتراضي بيبقى زيرو، فما بيبقاش باين خالص. يبقى انا مفروض بقى قبل ما اعمل سيلكت للعناصر دي ان انا احدد الراديوس. تعال نشوف ازاي. هختار فلت،
هيبدأ يسألني اهو، بس في هنا اوامر داخلية موجودة في الامر، اوامر فرعية، منهم الامر radius هو ده اللي يهمني. هكتب R او اضغط على الامر ده، هيبدأ يسألني على radius، وزي ما انت شايف مكتوب زيرو، الراديوس الحالي زيرو. انا بقى هكتب قيمة معينة وليكن مثلا، طبعا انا عامل هنا الابعاد دي، المساحات اللي عندي كبيرة جدا، فانا هكتب مثلا radius 200. 200 ده رقم كبير، بس لان انا فعلا القياسات عندي كبيرة، وهضغط انتر، يبقى كده الراديوس 200 وحدة بتاع الفلت. هبدأ دلوقتي بقى اختار العنصر الاول ان انا عايز اعمله فلت اهو، فين العنصر التاني. بمجرد ما هقف بقى قبل ما اضغط حتى على العنصر التاني هيبان لك الفيلت هيبقى عامل كده. لو ضغط الامر اتنفذ وانتهى وعمل كمان فيلت للركن ده. طب لو انا عايز اعمل مع الباقي نفس الامر هكرره مرة اخرى فيلت، بس انا ممكن اعمل ايه؟ اولا الراديوس هتلاقيه زي ما هو 200، زي اخر راديوس انا عامله، فمش هغيره. ممكن قبل ما انفذ اضغط مالتيبل او اكتب ام على اساس ان الامر ده يبقى متكرر، يعني ممكن اجي هنا اضغط واجي هنا اضغط يعمل فلت 200 للجزء ده، وكمان هنا وهنا الامر ما بينتهيش بقى، هيفضل شغال معايا لان انا اخترت مالتيبل. طيب انا ممكن كمان اعمل للخطوط المتقاطعه دي، بص هضغط هنا واضغط هنا هتلاقيه عمل فلت وعمل تريم في نفس الوقت، امر ذكي يعني، عمل تريم للخطوط الزياده وعمل فلت. لو عملت هنا كمان هيبقى بنفس الطريقه، يبقى ده الامر فلت اللي بشطف بيه الاركان، ولو الخطوط متقاطعه وفيها زيادات كمان هيشيل الزيادات دون حاجه الى الامر تريم. زي الامر فلت في امر تاني اسمه تشامفر، ده بيعمل كده شطف حاد بزاويه للخطوط المتقابله، فهختار تشامفر. هيبدا يسالني على الفيرست لاين، بس قبل ما احدد اللاينز المفروض بقى ان انا احدد زاويه الشطف، فمهم جدا ان انا اضغط الاول انجل او اكتب ايه وانتر. هيبدا يسالني بيقول لي سبيسيفاي تشامفر لينث اوف فيرست لاين، يعني الخط ده هفترض مثلا انا عايز اقطع منه 200 وحده، هم دول اللي هيتعمل لهم تشامفر، فهكتب انا دلوقتي 200 واضغط انتر. بدا يسالني على الزاويه، بيقول لي سبيسيفاي تشامفر انجل فروم ذا فيرست لاين، يعني من الخط الاول الزاويه دي هتبقى كام بتاعه الشطف. هقول له مثلا زاويه 45 وهضغط انتر. هيبدا يسالني فين بقى الفيرست لاين، هختار اللاين ده، فين السكند لاين، هختار اللاين ده. هيعمل اهو الشطف بالزاويه والمقدار اللي انا حددته. عايز اتاكد دلوقتي من قياسات التشامفر اللي انا عملته. طبعا هو الخط ده المفروض اتقطع منه 200 وحده في الاتجاه ده كده، والمفروض كمان ان في زاويه ميل هنا 45. انا عايز اتاكد من ده، الامر هيبقى بسيط مش بالصعوبه اللي انا هعملها دلوقتي، بس انا هعمل ده علشان اراجع بالمره اللي احنا خدناه. فممكن اعمل لاين هنا، هشغل قرص واعمل لاين مستقيم هنا، تعرف ليه دلوقتي، ولاين تاني هنا كده بالشكل ده علشان امد اليهم بقى، الخط ده امده للخط ده والخط ده امده لده، يبقى في نقطه هنا يتقابلوا فيها ابدا اقيس منها. طبعا المفروض ان انا اعمل اكستند دلوقتي الخط ده وده، بس ده مازال وحده واحده، لازم اعمل له اكسبلود، يعني لازم اضغط اكس وانتر وابدا احدد المستطيل واضغط انتر، يبقى كده انا فككته الى مجموعه خطوط. لو عملت دلوقتي اكستند واخترت الخط ده والخط ده، ده اللي هيمتد اليهم، واضغط انتر وهبدا امد الخط ده وامد الخط ده علشان اعمل بقى انا نقطه التقاطع دي اللي المفروض اقيس منها بقى اللي انا عايزه. طبعا اقيس بايه؟ اقيس بميجر، اختار ديستنس، انا عايز اقيس من النقطه دي لدي، النقطه دي انترسكشن، يبقى انا لازم اشغل انا من الاسناب هنا الانترسكشن اهو علشان ابدا اقيس من النقطه دي الى النقطه دي. زي ما انت شايف فعلا جالي فوق اهو 200 وحده بالظبط، مش لازم بقى ادوس انتر اعمل سكيب، خلاص انا جبت اللي انا عايزه. لو عايز اقيس الزاويه كمان ممكن انا اختار من هنا انجل وابدا اقيس الخط ده والخط ده، هيطلع انا قست الخطين دول، المهم طلع للقياس 135، يبقى اكيد ده 45، يبقى الكلام كده مظبوط. بس الكلام ده طبعا بالاو تراكنج هيبقى اسهل بكتير من اللي انا عملته ده، بس انا اتلككت علشان اعمل مراجعه سريعه للاوامر اللي احنا خدناها. تعال نشوف بالاو تراكنج انا ممكن اعمل ده ازاي. لو مشغل الاو تراكنج هختار من هنا على طول اهو ديستنس، وابدا دلوقتي اخد من النقطه دي، انا عايز لنقطه مقابله للنقطه دي، فهعمل تراكنج هنا
ما اضغطش، اعمل لها التقاط بس واطلع فوق عند النقطة دي اضغط، هتلاقي فعلا انه كتب لي هنا ان الديستانس 200 بمنتهى البساطة، مش محتاج بقى انا اعمل الخطوط ومد اليها والكلام اللي انا عملته ده. في الدرس الجاي هتلاقي بقى مثال عملي بدون استخدام الاو تراكنج عشان تقدر تستخدم الاوامر اكستند وتريم وتتعرف عليهم بشكل اكبر انا ممكن اعمل ايه.